بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين، المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج توضيح المسائل، وضيفنا الكريم سماحة السيد مناف الجزائري. حياكم الله سماحة السيد. الله يحييك. الله يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المشاهدين الكرام، لصيام شهر رمضان المبارك وقيامه، خصوصا في ليالي القدر. حسنتم. وأن يجعلنا من خدام أهل البيت عليهم السلام. اللهم آمين يا رب العالمين. الإمام المهدي سلام الله عليك يا صاحبي. أحسنتم سماعة السيد. بما أنه نعيش في هذه الليالي، ليالي القدر المباركة، نخصص الفاصل الأول من البرنامج للحديث عن هذه الليلة العظيمة، ليلة القدر. فالله يبارك بكم، راح أترك لكم إن شاء الله المجال للحديث عن هذه الليلة المباركة. الله يحفظكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أشار بل صرح إلى ليلة القدر في آيات عديدة، نعم، وبسور مختلفة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، نعم. في سورة القدر يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإلى آخره من الآيات اللي تصرح بأن هذه الليلة ليلة عظيمة جدا، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الليلة في أفضل شهوره وهو شهر رمضان. طبعا أحب أن أذكر المشاهد الكريم وأذكر نفسي بالبداية بأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر أي اسم لأسماء الشهور طيلة السنة. الله سبحانه وتعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، نعم، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وحتى الأشهر الحرم قال 4 منها حرم ولم يذكر أسماءها، نعم. أما شهر رمضان ذكره بالصراحة، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إن ذكر اسم شهر رمضان، نعم، بالصراحة. إذن هو شهر عظيم كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله. فأنا أريد هذا شاهدي بأنه أذكر نفسي أولا وجميع أخوتي المؤمنين بأن شهر رمضان شهر عظيم، لازم نكرمه، لازم نقدسه، لازم نحترمه، ونخلي له فد أهمية بالغة تختلف عن بقية الأشهر. وشهر رمضان نجعله بداية السنة العبادية، يعني ممكن أنه مثلا في قضية الخمس تصير سنة مالية، يعني عبادة مالية. شهر رمضان أيضا هي بداية سنة عبادية، أن الإنسان ينظم وقته، ينظم عبادته، ينظم نومه، ينظم كل أموره
على قضية شهر رمضان. شهر رمضان أحسنتم. خصوصا الأمور العبادية. صحيح. صلاة بوقتها. زين قيامه، قراءة القرآن، تهجد، مناجاته مع الله سبحانه وتعالى، تنظم أمور العبادية في شهر رمضان. نعم، ويستمر على هذا المنوال. أحسنتم. على طول السنة. مو مجرد ما ينتهي شهر رمضان ينتهي كل شيء. لا. فهذه من أهم الأمور. فشهر رمضان شهر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن أهم ليالي شهر رمضان هي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فليلة القدر كما أنه في سورة القدر يقول هي خير من ألف شهر. الألف شهر إذا أريد نحسبها تصير أكثر من 80 سنة، ما يقارب 83 سنة. فهذا عمر كامل، يعني ليلة واحدة تعادل عمر أكثر من 80 سنة. ففي هذه الليلة إذا الإنسان يكون مرتضى عند الله سبحانه وتعالى، مقبول عند الله سبحانه وتعالى، أعماله تقبل في هذه الليلة، إذن راح الله سبحانه وتعالى يكتب له عبادة وطاعة وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى ما يعادل 1000 شهر. حرامات إذن هذه الليلة نضيعها بدون ما أنه نعير لها فد أهمية بالغة، وننتبه إليها ونقوم بالعبادات والمناجات. طبعا ليلة القدر وردت فيها روايات متعددة عن أهل البيت عليهم السلام، حتى أنه وردت أول ليلة من شهر رمضان هي ليلة القدر. ما شاء الله. وخصوصا في الليالي الإفرادية وليس الزوجية، يعني 1، 3، 5، 7، 9 وهكذا. لكن الأكثر شهرة أن النبي صلى الله عليه وآله كان من عادته ومن دأبه في كل سنة من شهر رمضان، في 10 الأخيرة من شهر رمضان كان يطوي فراشه. يطويه يعني ما ينام الليل. نعم. على أساس أنه ليلة القدر تكون في 10 الأخيرة من شهر رمضان. أحسنتم. فاللي أكثر شهرة أيضا ليلة 19، ليلة 21، ليلة 23. هاي الروايات عندنا أيضا موجودة، مثلا ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29 موجودة. ولكن أقوى شهرة وأكثر تأكيد من أهل البيت عليهم السلام ليلة 19، ليلة 21، ليلة 23. الإمام الصادق عليه السلام يقول في ليلة 19 تقدر فيه الأمور لسنة كاملة. ما شاء الله. يعني للعام المقبل، لشهر رمضان المقبل تقدر فيه الأمور لكل إنسان. وفي ليلة 21 تمضى، وفي ليلة 23 تحدى. سبحان الله. إذن إلهن ارتباط. وليلة 23 من شهر رمضان يسموها المسلمون خصوصا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله يسموها ليلة الجهني. هذا شخص يعرف بالجهني، كان عنده حلال، يعني أنعام، نعم، إبل ومشاكل من الأنعام، كان برا المدينة يعيش هو وعائلته. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له: يا رسول الله، أنت تعلم أن عملي خارج المدينة وما أقدر أعوف يعني أنعامي وكذا ممتلكاتي بالبر، وأجي يعني مثلا أقضي أكثر الليالي في المسجد بالعبادة وكذا، أخبرني عن ليلة القدر، أي ليلة هي من شهر رمضان حتى أنا أجي أقضيها بالمسجدنا بالعبادة وأرجع. نعم. فقال له: أذن مني. فهمس في أذنه، يعني شاور
أبدانه. يقول الصحابة: كنا نرى الجهني، هذا الرجل، حتى بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم، في كل سنة من شهر رمضان يأتي ليلة 23 يقضيها بالعبادة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ويرجع. جميل. يسموها ليلة الجهني، يعني النبي صلى الله. فجاء واحد للإمام الصادق عليه السلام قال له: يا ابن رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر، أي ليلة هي من ليالي شهر رمضان؟ قال له: إما ليلة 19، وإما ليلة 21، وإما ليلة 23. قال له: زدني يا ابن رسول الله، يعني بعد أكد علي أنطين. قال: إما ليلة 21، وإما ليلة 23. قال: زدني. قال: ما أسهل ما تطلب في ليلتين، يعني أنت ليلة كاملة مقابل تعادل 1000 شهر، تستكثر على الله سبحانه وتعالى أن تجي أنت بليلتين تحييها بالعبادة وبالطاعة. أحسنت. أن تستكثر ذلك على الله. فأيضا أكد عليه بليلة 23. نعم. الروايات تؤكد. فأخواني، على كل حال، أن ليلة القدر ليلة عظيمة جدا، فيجب وينبغي على كل من يدين بدين الإسلام أن يغتنم هذه الفرصة وينشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن محارم الله، ويلتزم بالورع والتقوى. وهناك أعمال مستحبة في هذه الليلة. أخاف واحد يقول: يعني شنو أسوي مثلا أنا؟ قراءة قرآن، دعاء، صلاة، مناجاة، زيارة، ومن أهم الزيارات زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، في ليلة من أهم الأعمال. رزقنا الله وإياكم اللهم زيارته وشفاعته. اللهم آمين يا رب العالمين. يعني سبحان الله، في كل مناسبة تشوف زيارة الإمام الحسين عليه السلام موجودة. لماذا؟ لأن قضية الإمام الحسين ودم الإمام الحسين يفور. أحسنتم. ودائما يريد يربطنا بال، يعني الروايات أهل البيت تربطنا بالإمام الحسين عليه السلام، حتى تخلينا ناس مجاهدين دائما، تخلينا ناس نفكر بأنه أن الإمام الحسين عليه السلام ما كان هدفه، ما كانت غايته، ما كانت مبادئه وشعاراته، زين، اللي الهدف الأساسي للإمام الحسين عليه السلام هو مرضاة الله سبحانه. أحسنتم. والوصول إلى الله. تركت الخلق طرنا فيها. أحسنتم. فخط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيلي فتات. يعني لابد من الموت، لكن هذا الموت خلي يصير بعزة، الله خلي يصير بكرامة، مثل القلادة اللي هي زينة لكل فتاة على جيلها، كذلك الموت بعزة وكرامة أيضا يصير زينة للإنسان المجاهد الطائع لله سبحانه وتعالى. أحسنتم. فليلة القدر نغتنمها بهذه الأعمال. كل مو شرط، ممكن واحد يقول: أنا ما أعرف أقرأ، زين، أو لا قدرة لي على القراءة، أجي أشترك، زين، يعني أكثر السواد بالحضور بالمساجد، بالحسينيات، بقراءة الأدعية وقراءة القرآن والصلاة والمناجات، وهذا أجره. أنه أفرح أهلي، عائلتي، أطفالي، أقربائي، هي هذه هم عبادة. أحسنتم. فكل طاعة لله سبحانه وتعالى هي تضاعف وتعادل بألف شهر. جميل جدا. طيب الله أنفاسكم سماحة السيد، انتهى الفاصل الأول، إن شاء الله الفاصل الثاني بإذن الله تعالى راح نكمل إن شاء الله المسائل الشرعية ونجاوب الأسئلة اللي موجودة عندنا بإذن الله تعالى. أحبائي المشاهدين، فاصل قصير ونواصل بإذن الله تعالى.
حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية. رجعنا وإياكم بعد هذا الفاصل القصير وضيفنا الكريم سماحة السيد مناف الجزائري. حياكم الله سماحة السيد، موفقين لكل خير إن شاء الله، الله يحفظكم. سماحة السيد، هناك سؤال يقول: ما هي زكاة الفطرة وكم مقدار زكاة الفطرة؟ وصلنا إحنا بالعشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. طبعا زكاة الفطرة والمسمات أيضا باسم آخر هي زكاة الأبدان. نعم، هذه من أقسام الزكاة الواجبة. زكاة الفطرة اللي إحنا في آخر شهر رمضان لازم نخرج هذه الزكاة. أحسنتم، يجب علينا أن نخرجها. زين، زكاة الفطرة أو المسمات بزكاة الأبدان، لماذا سميت بزكاة الأبدان؟ لأنها تكون فدية عن بدن كل واحد من العائلة التي يعيل بها الشخص رب العائلة. جميل، تكون فداء عن كل بدن، يعني كما أنه ورد من حكم ومن حكمة هذه الزكاة أن الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء، وخصوصا الأمراض المزمنة وما شاكل، عن كل فرد من أفراد العائلة ببركة هذه الزكاة. لذلك سميت بزكاة الأبدان أو زكاة الفطرة. أحسنتم. نعم، فمقدارها عن كل شخص 3 كيلوات، ثلاثة كيلو من أو ما تصرح به الروايات، صاع. صاع. نعم. من الطعام. الطعام يكون من غالب ما يأكله الناس. نعم، غالب ما يأكله الناس، عن كل فردين 3 كيلوات من الطعام. هسه يجي واحد يقول: يا بي أنا أكلي مثلا بشهر رمضان كان كذا شيء. هو مو معيار أكلك أنت كشخص. نعم، لا، وإنما عامة الناس في تلك المنطقة التي تعيش بها، عامة الناس شنو أكلهم؟ باعتبار أكل عامة الناس وليس باعتبار ما تأكله أنت. نعم، أحسنتم. هسا أنت تريد تنطي أزيد فبها ونعمت. يعني مثلا عامة الناس يأكلون الخبز، يعني على الطحين. نعم، كما نريد نقول، أو على الحنطة، لكن أنت تريد تنطي تمن مثلا، تريد تنطي تمر. جميل، أفضل. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم، ولكن إحنا نقول غالب الناس ماذا يأكلون؟ إخراج زكاة الفطرة يكون على الطعام الغالب عند الناس. جميل جدا. نعم، أحسنتم سماحة السيد. طيب، الله أنفاسكم، بارك الله فيكم. على من تجب زكاة الفطرة سماحة السيد؟ نعم، طبعا على كل من يكون على قيد الحياة، على قيد الحياة في هلال شهر رمضان وهلال شوال، بالخصوص هلال شوال. يعني إذا كان هل عليهم هلال شوال، يعني مثلا أريد نقول هالليلة صار عيد وثبت الهلال أن غدا أول يوم من شهر شوال، تجب زكاة الفطرة على كل فرد على قيد الحياة. يعني رب العائلة هو الذي يخرجها. نعم، عن كل فرد يعول به. جميل، هذه نقطة. النقطة الثانية بأنه تجب على الشخص الذي يملك
يملك قوت سنته. هنا المهم. جميل جدا. يعني رب العائلة اللي يريد يطلع زكاة الفطرة عن أفراد عائلته، هذا الشخص اللي هو رب العائلة سميناه يمتلك قوت السنة مالته هو وعائلته. نقطة جدا مهمة سماحة السيد حقيقة. نعم. يعني مثل ما تعرف مجتمعاتنا وشعوبنا وأبنائنا وآبائنا الله يحفظهم، نعم، أنه يأخذون معاش راتب. نعم. مثلا يعني راتب شهري ما يمتلك مبلغ أنه يعيش سنة كاملة. أحسنت، هو أنا هذا اللي ريدت أفصله. نعم. طيب، يمتلك قوت سنته إما بالفعل وإما بالقوة. يعني شنو؟ يعني مرة واحد عنده إمكانية مالية بحيث القوت السنة، يعني الأموال أو الأطعمة والاحتياجات اللي يحتاجها طيلة سنة كاملة هو بيمتلكها بالفعل موجودة عنده. نعم. ومرة لا، بالفعل كلها ما موجودة الآن، كل شهر مثل ما تفضلت هو عنده راتب شهري. نعم. وهذا الراتب الشهري هم يكفيه ويكفي عائلته. نعم. فهذا يصير شنو؟ يمتلك قوت سنته بالقوة. يعني بالتدريج وليس فعلا الآن هو يمتلك. فأما إذا ما كان عنده هذه القدرة، يعني لا يمتلك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة، هذا مو واجب عليه زكاة الفطر ولا على عائلته. أحسنتم. إذن ماذا يصنع بهذه الحالة؟ ماذا يصنع؟ هو مو واجب عليه، هو هذا نفسه مستحق لزكاة الفطرة، هذا يعتبر فقير الذي لا يملك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة، هذا هو فقير، هذا هو يستحق زكاة الفطرة أن الناس يصدقون عليه ويعطونه يعطونه. لكن قالوا الفقهاء طبعا كما استنبطوا ذلك من روايات أهل البيت عليهم السلام، من باب الاستحباب، من باب الاستحباب بمقدار زكاة فطرة لشخص واحد، يعني 3 كيلوات من الطحين مثلا يأخذها رب العائلة ويديرها على أفراد العائلة من يد إلى يد. جميل. زين، مثلا يعطيها الزوجته، زوجته تعطيها الابنة، ابنة يعطيها الابنة الثاني، يعطيها البنت، وهكذا، وبعدين يطلعونها. هذه هم من باب الاستحباب. استحباب. لمن لا يملك قوت سنته. أحسنتم. من هذا. بارك الله بكم سماحة السيد. الله. مثل ما ذكرت حضرتكم أنه المعيل للعائلة هو اللي لازم يطلع زكاة الفطرة. في بعض الأحيان سماحة السيد، وهذه صايرة طبعا حتى من باب المزاح بين عوائلنا الله يحفظهم، انه يقولون يابا انا راح اجي اتفطر عندك ليله العيد على مود تدفع الفطره مالتي. شنو صحه هذا الكلام سماحه السيد؟ نعم. الضيف اذا نزل ليله العيد او ما قبلها، اذا كان من ضمن ما يعول به، يعتبر يعني من ضمن العائله وما يعول به رب العائله، فنعم تجب زكاة فطرة الضيف على رب البيت. نعم. زين، وخصوصا إذا كان قد دعاه مسوي له عزيمة، عفوا صار خلط بالقضية. نعم، إذا نزل ضيف بدون دعوة هذه المسألة إنه يتكفل بها زكاة الفطرة مالت الضيف، يتكفل بها. أما إذا دعاه، هو دعا رب البيت دعا ذلك الضيف، هذا لا تحسب عليه زكاة الفطرة. أحسنت. على رب البيت، بل هو الضيف نفسه هو يدفع زكاة الفطرة مالته إذا دعاه. أما إذا لا، بدون دعوة نزل ضيفا عنده واحتسب بأنه من ضمن العائلة من يعول بهم رب العائلة، يجب على رب العائلة أن يخرج زكاة الفطرة. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله فيكم. الوقت المحدد، هل هناك وقت محدد لإخراج زكاة الفطرة؟ يعني مثلا 15 رمضان
أو ليلة العيد أو 28 أو 27. أحسنتم. طبعا هو ليلة العيد يستحب ليلة العيد إخراجها، ويجب وقتها إلى زوال يوم العيد، والأكثر استحبابا قبل أداء صلاة العيد، يستحب قبل أداء صلاة العيد يخرج زكاة الفطرة. قد أفلح من تزكى، يعني أخرج زكاة الفطرة، فذكر اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى. نعم، يعني يستحب إخراج زكاة الفطرة قبل أداء صلاة العيد. صلاة العيد وقتها عند الضحى. نعم، يعني عندما تشرق الشمس، يعني قبل يصير بين الفجر وبين الزوال وقت هذا الضحى، هنا تجب. نعم، زين، عفوا، تستحب قبل صلاة العيد، وتجب عند الزوال. إذا أخر ذلك، إذا أخر ذلك فهو مأثوم. أحسنتم. لكن لا، بعض الأوقات أنا أخذها وأعزلها. المكلف يأخذ زكاة الفطرة، يحسبها زين، أو يعني يعزلها على جانب، ويقول هذه زكاة الفطرة مالتنا، حتى لو تبقى عدة أيام. هو يريد ينتظر الفقير المعين اللي هو بباله انه يعطيه، اللي هو قاصده، حتى يعطيه اياه. من يجي يعطيه اياه. جميل جدا. اذا ما دام عازلها ما في اشكال. جميل، هذه يعتبر اخراج في ايامنا هذه سيدنا، اللي ما حد جاي يشيل فلوس صراحه، يعني نعم. الكل يستخدم السحب الالي. نعم، شنو الوضعيه؟ انه بالنيه او شنو بالضبط؟ نعم، ايضا طبعا الافضل ان يخرجها، انه يسحب المبلغ ويخليه، يسحب المبلغ ويعزله على جانب. اما اذا صار لا بعد، يعني مثلا تعسر، انه قضيه النقود، يعني اموال نقديه، يعني مشقه بيها، فينوي بين زكاه الفطره بالنيه مالته ايضا تكفي ان شاء الله. احسنتم، بارك الله فيكم. سماحه السيد، سماحه السيد، نرجع الى موضوعنا اللي قبل سالنا، انه على من تجب زكاة الفطرة تحديدا. هناك الكثير والكثير من العوائل الله يحفظهم يسألوننا هذا السؤال، انه الزوجة تكون حامل في بطنها جنين، نعم، هسه الشهر التاسع، الثامن، السابع، السادس، الى اخره، نعم، هل تجب على الجنين زكاة الفطرة او لا؟ بارك الله فيكم. الله يحفظكم. لا طبعا، نعم، على الجنين لا تجب، لانه لم يولد بعد. يعني قبل ليلة العيد لم يولد، هو في بطن أمه، ولكن من باب الاستحباب، إذا أراد يعني رب العائلة المعيل بهذه العائلة، يعني حتى هذا الجنين يطلع سالم إن شاء الله، معافى هو ووالدته، يخرج عنه أيضا زكاة فطرة. نعم، هي زكاة الفطرة بالسنة مرة واحدة، فيا حبذا أنه نزيد ولا ننقص منها، إذا كانت عندنا قدرة إمكانية مالية على إخراج زكاة الفطرة. بارك الله فيكم. حلقتنا راح تبث تزامنا مع ليلة القدر سماحة السيد، دقيقة واحدة بإيجاز لو سمحتم تتحدثون مع السادة المشاهدين عن أعمال ليلة القدر. أنتم تحدثتوا، لكن يا ريت لو تحدثون الناس أكثر إن شاء الله، إن شاء الله، عن أعمال هذه الليلة المباركة. أحسنتم. طبعا الأعمال الواردة، قراءة القرآن خصوصا سورة الروم، سورة الدخان، وأي سورة قراءة القرآن، لأنه أنزل القرآن في مثل هذه الليلة، قراءة القرآن بشكل عام هي محبذة وفيها استحباب كثير. صلاة طبعا هي الواردة 100 ركعة. نعم، اللي تقدر باستطاعتنا بمقدار ما نستطيع أن نصلي فبها، إن لم نستطع فهناك ركعتان ليلة القدر، في كل ركعة الحمد مرة وسبع مرات قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. جميل، في كل ركعة أيضا هذه واردة. أيضا ما من الأدعية أيضا المذكورة في كتاب مفاتيح الجنان
للشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، أعمالها مذكورة واردة هناك، ولكن هذه الأعمال البسيطة بمقدار ما أنه أنا أقدر أصلي أصلي، بمقدار ما أنه أقرأ القرآن أقرأ القرآن، بمقدار ما مثلا الجوشن الكبير وما شاكل هذا لا بأس به زين، ورفع المصاحف نعم، وذكر أسماء أهل البيت عليهم السلام، والتوسل بهم إلى الله عز وجل، لأن الهدف الأساسي إخواني هو الإقبال على الله سبحانه وتعالى، أحسنت، القرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فأي شيء يقربني إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان قرآن صامت أو قرآن ناطق زين، اللي هم أهل البيت عليهم السلام المعصومون عليهم السلام، فأستخدم، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وهل هناك وسيلة أفضل من محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ اتخذهم وسيلة للقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أحسنتم. ومن أفضل الأعمال زيارة الإمام الحسين سلام الله عليك يا وعد الله، سلام الله عليك. نعم. قراءة سواء كان من قرب أو من بعد أيضا من أهم المستحبات. جميل جدا. في ليلة القدر. أحسنتم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم، بارك الله فيكم، ما قصرتوا، جزاكم الله خير جزاء. نعم أحبائي المشاهدين، باسمكم أشكر سماحة السيد مناف الجزائري على هذه الحلقة الرائعة، نسأل الله بحق الحسين وبكرامة الحسين أن يجعلنا من الموالين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا حسين الأمير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.